السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للذين يعانون من الدودة الدبوسية، وهي دودة طفيلية تنشط ليلا ولا سيما عند الأطفال في سن التمدرس وتنتقل بالعدوى. فمنقوع عشبة المتنان مفيد جدا في القضاء على هذه الدودة الدبوسية. هنا كما ترون هذا هو المنقوع، نأخذ القليل من هذا المتنان، نغسله جيدا ونضعه مثلا في إبريق ونسكب عليه الماء ساخن جدا، نسكب عليه الماء المغلي وننتظر حتى يبرد، ننتظر إلى 20 دقيقة مثلا فنحصل على هذا المنقوع. فمنقوع عشبة المتنان فيه الكثير من الفوائد، ذكرناها في مقاطع سابقة. في هذا المقطع تكلمنا على محاربة هذه الدودة الدبوسية التي تنشط ليلا وتحدث حكة عند الشرج ومزعجة، تجعل النوم يعني مزعج تماما. وأيضا هذا المنقوع مفيد ولا سيما للكبار الذين يعانون من كثرة التبول أو تضخم، حتى تضخم البروستاتا. مفيد أيضا لمن تعاني كثرة الإجهاض، فيشرب هذا المنقوع صباحا على الريق وليلا قبل النوم مثلا من 3 أيام إلى 5 أيام. فيه كثير من المنافع هذا المنقوع. مثلا هناك من يعاني مشاكل آلام القدمين، فيضع قدميه فيها منقوع عشبة المتنان، فالنتائج كانت جيدة ومذهلة. هناك زيت يسمى بزيت المتنان، مثلا القليل منه يخلط مع شامبوان طبيعي ويغسل به فروة الرأس، فيمنع تساقط الشعر ويحارب قشرة الشعر والكثير من المشاكل. ودراسة حديثة تقول أن عشبة المتنان تقي من مرض السكري وتقي من ارتفاع ضغط الدم، وتقي من مرض السكري لأنها تثبط ذاك امتصاص الجليكوز على مستوى الأمعاء. كانت نتائج أيضا جيدة لمن يعاني من آلام الدورة الشهرية، ولمن يعاني تضخم البروستاتا، وحتى آلام الظهر والمعدة، ومرة أخرى لمن يعاني كثرة التبول ولا سيما عند كبار السن.